السلام عليكم، هذه قناة عمان الثقافية، نحييكم ونقدم لكم أخبار الثقافة، والبداية مع أبرز العناوين. جائزة الشيخ زايد تكشف عن القوائم القصيرة لدورتها 15 في فروع الآداب والمؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة. بعد أن بيعت بشكل غير قانوني، فرنسا تعيد تحفة فنية لمالكيها بعد أكثر من 80 عاما. أهلا بكم. كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات عن القوائم القصيرة لدورتها 15 في فروع الآداب والمؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة. وقال القائمون على الجائزة أن القوائم القصيرة لباقي فروع الجائزة الأخرى سيكشف عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة. يذكر أن حفل التكريم الافتراضي للفائزين سيقام في مايو القادم بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب. بعد أكثر من 80 عاما، أعادت فرنسا تحفة فنية للفنان الشهير غوستاف كليمت إلى ورثة مالكها بعد أن بيعت بشكل غير قانوني. وتعود قصة اللوحة المسروقة والمعروفة باسم فروع الورد تحت الأشجار إلى قرابة 80 عاما، عندما أجبرت الأسرة المالكة للوحة على بيعها عام 1938. وكانت فرنسا قد وضعت اللوحة لعقود في أحد متاحفها، إلا أنها قررت أن تعيدها إلى ملاكها بعد هذه الفترة الزمنية. وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية رولين باشلو في مؤتمر صحفي أن القرار بإعادة عمل فني كبير من المجموعات العامة يوضح التزام الدولة بمسؤولية العدالة والتعويض للعائلات المنهوبة، والتي كان من بينهم العائلة المالكة لهذه التحفة الفنية. تطرح دار كريستيز البريطانية للفنون في مزاد للبيع نهاية الشهر الجاري مجموعة من الأعمال الفنية المختارة لمشاهير الفنون الجميلة. ويضم المزاد أكثر من 50 قطعة فنية لمشاهير مدارس الفنون الجميلة، أمثال الفنان الإسباني الشهير بابلو بيكاسو والبلجيكي رينيه ماغريتو. كما تكرم الدار البريطانية خلال تنظيمها لهذا المزاد الفنان الإنجليزي المجهول بانكسي لجهوده في خدمة الصحة الوطنية البريطانية من خلال عرض عدد من أعماله الفنية. في العادة قشر البيض تنتهي كما هي، إلا عندما تبحث عن حلول من أجل بيئة صحية، حيث استطاعت باحثة مصرية من تحويل قشر البيض واستخدامها في صناعة حلي وزخارف صديقة للبيئة. من قشور البيض والمكسرات تصنع الباحثة المصرية رانيا القلا مادة جديدة قابلة للتحلل العضوي، بهدف استخدامها بديلا للبلاستيك الضار بالبيئة، وفي محاولة لصنع مادة صديقة للبيئة تدخل في تكوين كثير من المنتجات مثل الحلي والكماليات وعناصر التجميل والزخرفة أو حتى الطاولات. رانيا البالغة من العمر 30 عاما طورت هذه المادة في إطار بحثها للحصول على درجة الماجستير من الجامعة التقنية في برلين تيو بي. وفي الاستوديو الخاص بها الذي تطلق عليه اسم شيل هومج، تعالج الباحثة المصرية المحار والقشور وتحولها إلى مسحوق مع تسخينها في درجات حرارة معينة، بحيث يمكن استخدامها لاحقاً في صنع المنتجات المختلفة. وتجمع رانيا قشور البيض والمكسرات من المطاعم والمتاجر، وتطلب دائماً من أفراد أسرتها عدم التخلص من قشر البيض الذي تحتاج إليه بشدة. الفكرة ليست وليدة اللحظة، بل ظلت تراودها منذ الصغر عندما كانت ترى والدها وهو يكسر قشور الجوز أو البندق، وتفكر في المواد التي تضيع مع القشرة عند التخلص منها. أنا كنت مستوحاة من بابايا، دايماً بيجيب قشر اللي بيجيب المكسرات بقشرها وبنكسرها على طول قبل الأكل عشان تبقى طعمها أحلى ومور فريش وكده.
فاحنا دايما بنحاول نجيب الحاجات اورجانيك، ناكل حاجات اكتر ما تبقاش معلبه في كده، فيبقى اكل صحي. فكنت بشوفه بيكسرها وقد ايه صعبه تكسير المكسرات دي بالنسبه لي، ان معظم النوت هي اكشلي القشر، سبيشالي في جوز الهند، هي ال 67% من ذا هول فروت هي القشره، وقوية جدا. واي واز يعني استونش، هي عامله زي الخشب، يعني ليه محدش بيعمل بيها حاجه؟ واتس ويست. وتحدثت رانيا عن المواد التي تنتجها من خلال فكرتها ومشروعها، وقالت إنها طبيعية بالكامل. فعندنا حاجات زي دي، فده زي اللي انا طلعت منه الحلق بتاعي ده، فده الستيت اللي قبل ما يوصل للفاينل برودكت قبل التقطيع. وفاز مشروع رانيا القلة شيل هومج ذا بابلز هانجرز بجائزة من إيطاليا عام 2017. نشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. فنان تشكيلي فلبيني يحول مواد غير قابلة للتحلل إلى أعمال فنية. في جهود يسعى من خلالها المهتمون بالحياة البرية في باكستان للحفاظ على الصقور المهددة بالانقراض، يقوم السقارون الباكستانيون بإعادة تأهيل الصقور التي يتم إنقاذها من رحلات تهريب غير قانونية من خلال إيجاد البيئة المناسبة للتأهيل والحفاظ عليها لاستعادة حيويتها. ووفقا للصندوق العالمي للحياة البرية في باكستان، تم تهريب ما يقارب 700 صقر مهددة بالانقراض إلى خارج البلاد عام 2020. وتشكل باكستان منذ سنوات محورا رئيسيا للاتجار بالصقور بفعل الأعداد الكبيرة من الطيور فيها من جهة، وكمركز لممارسة الصيد بالاستعانة بالطيور الجارحة من جهة أخرى. كثيرة هي الدوافع ومتعددة في حياة الإنسان. جليبرت أنجلس فنان تشكيلي من الفلبين دفعه مقال إخباري يفيد بأن بلاده ضمن أكثر البلدان مساهمة في نفايات البلاستيك في العالم، إلى تحويل هذه النفايات إلى إبداعات في فن التدوير. مواد مهملة غير قابلة لإعادة التدوير، قام هذا الفنان بتحويل هذه النفايات إلى لوحات قيمة تباع بآلاف الدولارات. عندما اكتشفت أن بلادي ثالث مشارك في العالم بالنفايات البلاستيكية، كان علي التفكير في إيجاد طرق لزيادة الوعي، وكان استخدام النفايات في الفن بمختلف أنواعه إحدى الطرق القريبة مني. ورسم الفنان الفلبيني البالغ من العمر 49 عاما منذ عام 1919 أكثر من 20 لوحة صنعت من مزيج البلاستيك الممزق وطلاء منتهي الصلاحية والخشب المتبقي من المنازل المهدومة. ويقول أنجلس إنه تم عرض أعماله الفنية في صالات عرض راقية، حيث يمكن بيعها بأسعار تتراوح بين 603,000 دولار حسب حجمها، مشيرا إلى أن جزءا من العائدات يذهب إلى مجموعته التي أنشأها مؤخرا وتدعى الفنون الخضراء، والتي تهدف إلى تحفيز الفنانين إلى استخدام النفايات المعاد تدويرها في قطاعهم الفنية. جرين آرتس أو الفنون الخضراء هي حركة نساعد فيها بعضنا البعض لجمع المواد البلاستيكية المستعملة ذات الاستخدام الواحد وتقطيعها وخلطها بالطلاء وإنشاء أعمال فنية جميلة.
ويراود الفنان الفلبيني الأمل بأن تسهم طريقته في إعادة التفكير في كيفية التخلص من القمامة أو توليدها. في ختام نشرتنا الثقافية هذا التذكير بأبرز العناوين. جائزة الشيخ زايد تكشف عن القوائم القصيرة لدورتها 15 في فروع الآداب والمؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة. بعد أن بيعت بشكل غير قانوني، فرنسا تعيد تحفة فنية لمالكيها بعد أكثر من 80 عاما. قدمنا لحضراتكم أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية. كونوا دائما بخير، في أمان الله.